السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع طلبوه كتير مني ناس، عملنا عليه فيديو سابق ولكن مو بهالطريقة هاي وما بشرح هذا اليوم، راح نحكي لكم عليه. الموضوع تبع اليوم هو بروز المؤخرة. طبعا كتير ناس عندها الإشكال هذا نساء ورجالا، والإشكال هذا طبعا الواضح أو الشيء الناس اللي حكت معي الصغار بالعمر مشكلتهم بيكون الشكل، بيقولوا لي شكل مو حلو يعني مو منيح. الاكبر شوي عمرا يعني مثلا فوق 30 35 تبدا مشاكل، انه بصير عنده وجع ظهر وتضيق قناه شوكيه والتهاب فقرات وكل هالمواضيع، هذا انزلاق غضروفي، كل هالمواضيع بتعرفوها. احتمال كبير يكون اذا عندهم هالمشكله هي يكون هذا السبب. بروز المؤخره يعني اذا حكينا، هل اعتبرنا هون هي منطقه المؤخره بروزه للمؤخره، يعني انه معناتها هالمنطقه هي هالعمود الفقري شايفينه هو طبيعي انه يكون فيه هالميل البسيطه. هي الميل البسيطه موجوده عن كل البشر وموضوع ضروري، اصلا ضروري لسلامه العمود الفقري. هالميلانات هي شايفينها هون، عندنا وحده فوق وحده عند المنطقه الصدريه بالعكس، هي طبعا لبرا هيك، وبتيجي عند المنطقه القطنيه بترجع تاخذ هالميلان هذا لجوا. الميلان لجوا شايفينه انتم مثل ما قلت هو شيء ضروري جدا لسلامه العمود الفقري. المشكله اللي بتصير عند الناس عندهم بروز مؤخره انه هالميلان هذا بزيد عن حده، يعني هالعمود الفقري هالمنطقه هي هون بتدخل لجوا اكثر. طبعا بس دخلت هالمنطقه هي لجوا اكثر، خلينا نرفع له شوي ايديه، بس دخلت هالمنطقه لجوا اكثر صار واضح او الشكل صار لبرا انه كاني المؤخره برزت لبرا. هي ما برزت لبرا وانما هالمنطقه هي دخلت لجوا كثير، فصار واحد عنده مثل هالحركه هيك مثلا هيك او هيك، هالمنطقه هي دخلت لجوا برزت المؤخره لبرا اكثر. هلا الاسباب تبع هالاشكال هذا اللي بصير هو عندنا احتمالات كبيره. مو اكبر الاحتمالات هي او اقواها هو انه في شيء عم شد هالفقرات لجوا لهون، واحد. ثاني شيء الحوض اللي شايفينه انتم هون، منطقه الحوض هي منطقه ما هيك ثابته مثل شايفينها انتم وجاي فوق العمود الفقري، وانما منطقه الحوض هي تتحرك هيك لتحت ولفوق. يعني هذا حوض البني ادم ممكن يدور لتحت ويدور لفوق، والدوران عم بحكي عليه انا ممكن يصير. شوف الله، انا مثلا حوضي هيك، ممكن انا اعمل هيك، اذا عملت هيك سحبت هيك لفوق، هي كاني فتلت انا حوضي هيك لفوق، سحبته لفوق، هذا سحبت الحوض لفوق وهذا رجعت سحبته لتحت، لفوق لتحت. فمعناتها حوضنا هذا مو قطعه عظم هيك مثل ما هي مثل ما شايفينها ما بتحرك، وانما بتدور لتحت وبتدور لفوق. اذا دار الحوض لتحت سحب معه طبعا المنطقه هي كلها تبع العمود الفقري وبرزت مؤخره لفوق ودخلت هالفقرات لجوا. هلا شلون نحل احنا هالمشكله هي؟ اول شيء بدنا نحاول العضلات عم تسحب الفقرات لهون لهالمنطقه هي لقدام هيك، لازم نخفف المشكله اللي فيها. اذا كان فيها مشكله تسحب هالفقرات لجوا، نحن بدنا نخفف هالشد هذا، واحد. الشغله الثانيه اذا هذا الحوض فيه دوران لتحت اكثر من الطبيعي، معناتها كمان في عضلات عم تسحبه لتحت وفي عضلات بتسحب الحوض هيك لتحت، كمان لازم نخفف مشكلتها، نخفف الشد اللي فيها. خلصنا من هالمشكلتين هي، طلع عندنا مشكله ثالثه هي انه في عضلات المفروض تشتغل عكس العضلات هي، يعني العضله اللي عم تسحب الفقرات هي لجوا المفروض في عضلات تعمل عكس الحركه هي، والعضلات اللي بتدور الحوض لتحت المفروض في عضلات ترجع تسحب تسحبه لفوق مره ثانيه. هدول لازم نقويهم، معناتها نحن عندنا هون مزيج من علاج تشنج هالعضلات اللي عم تسحبنا لتحت او عم تسحب الفقرات لجوا، وبنفس الوقت تقويه العضلات اللي المفروض ترجع هالمنطقه هي لبرا، وبنلاقي حالنا اختفت المشكله طبعا مع المواظبه مع التمارين هي. فاليوم عندنا مزيج من التمارين هي اللي راح تخلصنا من المشكله هي. راح ننزله هون ونبدا بالتمارين بشكل مباشر. التمرين الاول هو مشان كل شيء العضلات عم تسحب كانت هالفقرات هي عم تسحبها لجوا، بدنا نخفف التشنج تبعها. تخفيف التشنج تبعها بكل بساطه بدنا ناخذ الوضعيه هي، الناس عندها مشكله بالركبه تحط مخده تحط اللي بدها اياه، بدنا ناخذ هون زاويه قائمه، هون زاويه قائمه، وناخذ الوضعيه. طبعا اللي عنده مشكله بالتوازن مثلا كبير بالعمر شوي او هيك، حط جنبه كرسي ما في مشكله ويسند ايده عليه عشان يضل متوازن. طبعا ما بدنا اجرنا تطلع لبرا وما بدنا ندخل لجوا، وانما بشكل مرتاح طبيعي كاني قاعدين هيك العاده هي. هلا الايد اليمين طبعا رح نعمله للطرفين، انا عم بعمل هلا مثال طرف واحد، الاجر اليسار هي قدام، انتم لازم تعملوه للطرفين. ناخذ ايد هي لهون ونحطها هون تحت المؤخره هون، ونحاول هالمنطقة هي هيك ثابتة هون، يعني ما بدي انا هالمنطقة هي تنزل قدام او تنزل لورا او تميل قدام او تميل لورا، بدي اياها انا بهالوضعية هي هون. المؤخرة لازم تكون مثل الحجر، يعني انتم حاولوا تشدوا عضلات بطنكم وتشدوا عضلات المؤخرة مع بعضهم، عشان جون هيك تحسوا فورا صار هالمنطقة هي، شوفوا كأني شوي ارتفع الحوض لفوق، وراسك فورا بتحسوا شد هون صار بهالعضلات اللي هون منطقة هيك،
من اسفل البطن لتحتهم في المنطقه هاي، هدول العضلات تماما اللي بشدوا لكم الفقرات لجوا وبتسووا لكم هالاشكال. فمعناتها ثبتنا هون، خذوا وقتكم ان شاء الله تضلوا اسبوع عم تتعلموا الحركه، بس هي الحركه البسيطه هي ما في مشكله. ايد هون ايد هون، شدوا عضلات البطن وشدوا عضلات المؤخره، بتحسوا فورا صار شدهم. بعد ما حطوا هالحركه هي ثبتوا فيها، نسحب هيك راسنا لفوق وبنضل هيك دقيقتين كاملات، دقيقتين ونص كاملات بنضل هيك بهالوضعيه ما بنتحرك. شد كل الدقيقتين هون بحس شد بهالعضلات هي اللي هون. اللي بتعب بتسند هون بايد، الايد الثانيه بتركها ورا مشان يضل مأمن هالمنطقه هي. برجع بنبه ما بدي انا ارجع هيك لورا، ما هو هذا الهدف تبع التمرين، وانما بدي اثبت المنطقه هي هون هيك اثبتها واشد حالي لفوق. ودائما بتحسوا بالشد هون بهالمنطقه هي هون. دقيقتين طرف يمين، دقيقتين طرف شمال، التمرين الاول. خلصنا من العضلات، هيك بنعالج العضلات اللي عم تسحب الفقرات. هلا عندنا العضلات يلي عم تسحب الحوض عم تدوره لتحت، اللي عم تسوي البروز تبع المؤخره هي. التمرين جدا بسيط ولكن يحتاج مساعده، لاني كثير ناس ما راح تحسن تعمله لحالها اكيد. بدنا شيء اول شيء مثل هيك، في اي شيء علينا على الارض شيء بسيط، ما ضروري هي مثلها، اي شيء عندكم كتب دفاتر اللي هو، لو اي شيء بدكم تحطوه هون تحت ركبتكم هيك. تحت الركبه بالمنطقه هي. يعني انا بدي اول شيء اشطح على بطني. طبعا تمرين كمان للطرف. وبدي احط اجري هون بهالوضعيه هي. تمام؟ تمام. هلا معظمكم او كل الناس اللي عندها بروز مؤخره 99% منهم هالمنطقه هي، شايفين المنطقه هي هون؟ رح يكون صعب عليهم انه ينزلوه على الارض. منطقه الحارب هون اسفل البطن والحارب. يعني انا اذا شطحت هيك صعب عليهم بهالوضعيه هي، صعب عليهم كثير ينزلوه على الارض. لذلك يفضل مساعده من شخص، مساعده من حدا انه يضغط هالمنطقه من فوق هيك، يضغط على الارض بحيث انه هالمنطقه هي تكون كامله على الارض، كامله على الارض، يعني واحد دخل ايده ما تدخل. طيب اخذنا الوضعيه هي. هلا بنبدا بناخذ اجرنا هيك بنرفع لفوق وبنحافظ كل وقت التمرين على اسفل البطن على الارض بشكل كامل. هلا اللي بيحسن ياخذ ايده هو يسحب اجره هيك مع المحافظه على 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 البطن، اسفل البطن على الارض ما في مشكله، يعمل هو هيك يسحب رجله قد ما بيحسن قد ما بيحسن ويثبت على اكثر نقطه صارت مؤلمه ما بيحسن يتحمل اكثر، يثبت عليها هيك دقيقتين ونص كامله. اللي ما بيحسن هو نفسه يسحب اجره، ممكن ياخذ محرمه مخده اللي هو منشفه يسحب يعلق فيه اجره ويسحب هيك، هو سحب لعنده لهون. لا عنده شخص يساعده، الشخص اللي يساعده بياخذ له اجره بيسحب له لورا هيك وبعمل التمرين معه. يعني الافضل هالتمرين يعمل مع مساعده، اللي عنده شخص يساعده ممكن هو ياخذ اي شيء يمسك فيه اجره مثل ما قلت منشفه مثلا ويبدا يسحب اجره لورا لعنده. ودائما مع محافظه، اهم شيء في التمرين، اهم ملاحظه في التمرين هالمنطقه هي هون دائما على الارض، دائما على الارض، لان الناس عندها بروز مؤخره راح يحس هو لحاله مجرد ما يسحب رجله راح تبدا المنطقه هي تطلع هيك مع الارض، تحاول تطلع على الارض، لان الجسم بيحاول يدور على الوضعيه الاسهل له. نحن بدنا نعطيه الوضعيه الاصعب له، هي انه نضغط المنطقه كامله على الارض، نضغطها نحن، كاني واحد عم بقول لك الزق لزق بطنك على الارض وبنفس الوقت اسحب رجلك هيك لفوق. هيك. ونضل هيك دقيقتين كامله، دقيقتين ونص. طبعا هدف التمرين انه يصل القدم للمقعد، ولكن هذا ممكن ياخذ اشهر وسنين حتى. هذا التمرين الثاني. هيك خلصنا من كل العضلات اللي عم تسحب، شيء عم بسحب الحوض، شيء عم بسحب الفقرات. هلا بدنا نعمل بقى نقوي العضلات يلي بتعمل عكس المفعول هذا. تمرين تقوية جدا بسيط، ولكن انا برايي تمرين ثوري. بدنا ناخذ الوضعية هي، الجبتين تسحبات لفوق. اول شيء بدنا نعمله انه بدنا ناخذ راسنا، شوفوا المنطقة هي هالعلوة اللي هون، يعني اذا واحد مد ايده هيك بتدخل لجوا، بدنا نحاول قدر الامكان ننزل راسنا هيك على الارض، يعني بحيث بدنا ننزل كاني بدنا نزق المنطقه هاي على الارض. ونثبت هيك. هذا الخطوه رقم واحد، الخطوه رقم اثنين شايفين هالمنطقه هاي هون كمان بدنا ننزق على الارض. مع المحافظه هي منطقه على الارض، يعني هيك. هدول الثنتين هلا على الارض. صدقوني ولا اصعب من هيك. بنحافظ على النقطتين على الارض تنتين، بنبدا بننزل رجلينا بشكل بسيط. طبعا رح تحسوا دائما كل ما نزلتوا اجركم اكثر يا هي طلعت يا هي طلعت. محافظة عند منطقتين وبننزل اكثر. بس وصلنا على مرحلة خلص مستحيل صار اكثر، بنثبت عندها هيك، بنضل قدر الامكان. بنضل نص 30 ثانية 40 ثانية دقيقة كاملة بنرجع مرة ثانية بنطلع. وهذا تمرين تقوية لكل عضلات العمود الفقري يلي هي المفروض اصلا تعمل عكس
انا مفعولها، لان يعني بدل ما ينزل الحوض لتحت ترجع تسحبه لفوق. وهيك بنواظب على التمارين هاي، تمارين سحريه صدقوني. يعني انا بعطيكم مثل ما بقولوا الزبده، اللي بحب يواظب عليها يعمل روتين يومي يومي. الناس اللي عندها بروز مؤخرا مثل ما قلت، المشكله ما هي مشكله الشكل بس، يعني يا ريت المشكله تكون بس فقط شكل، ما في مشكله يعني الشكل نص مصيبه مثل ما بنقول، ولكن بروز مؤخره تبعاته ونهايته مع التقدم بالعمر، وما عم بحكي عن التقدم بالعمر بعمر 80 سنه للاسف، وانما بعمر 30 وال 35، هو كل مشاكل اسفل الظهر اللي بتعرفوها، انزلاق، ظروفي، كل هالمشاكل اللي بتعرفوها تبعات لهيك مشكله اذا كان واحد انسان عنده هيك مشكله هيك. لذلك نصيحتي لكم روتين يومي، التمرين الاول اللي عملناه، تمرين ثاني اذا في حدا يساعدكم حاولوا حدا يساعدكم، ما في حدا يساعدكم جيبوا منشفه جيبوا شيء، او حاولوا تعملوا لحالكم قدر الامكان قد ما بتحسنوا. والتمرين التقويه الثالث بشكل يومي خلال اول اسبوع ثاني اسبوع رح تبدوا تحسوا بدات المشكله تخف عنكم. وطبعا اللي عنده الم، اللي واصل لمرحله الالم يعني ابن ال 40 سنه وال 50 سنه اللي بدا نوع مشاكل، تختفي المشاكل معه، يعني حتى الانزلاق، الظروف، الشرط كلها بتختفي، الالم كله بيختفي، لاني عالجنا سبب مشكله اذا كان هو هذا سبب مشكله. وفي كثير من الحالات الناس اللي عندها بروز مؤخره 99% منهم رح يصلوا لمرحله الم اسفل الظهر والانزلاق، وهذا بيكون سببه. لذلك علاج بروز مؤخره هو علاج لكل تبعاته، فاللي وصل لمرحله التبعات بيعالجها، واللي لسه ما وصل بيعالج المشكله من اساسها. يعطيكم العافيه.